تقضي عشرات النساء أيامهن في الانتظار أمام سجون الميليشيا المنتشرة في العاصمة صنعاء، ولا يسلمن من كلمات التهديد وعلاماته. وبعد مرور عام كامل تسربت المعلومات من بين ظلمات سجن هبرة، لتعرف أمهات المعتقلين أن ذلك المكان المعزول هو الموقع الذي يتعذب فيه الأبناء ويتضورون جوعا، وذلك عقب أن وصل عشرة من الصحفيين السجناء إلى الإضراب عن الطعام بعد أن منعوا من الأدوية ومن الأطعمة النظيفة وحرموا من كل ما يحصل عليه السجناء. وبين ذلك رؤية الأم التي تقف خارج السجن وداخل الخوف من المجهول. ووفقا لمن أصبحت تجمعهن رابطة أمهات المختطفين، فقد أكمل الأبناء عامهم الأول في السجن مختطفين في سجون جماعة الحوثي المسلحة، وتحديدا سجن احتياطي حبرة الذي أعلن الصحفيين المختطفين فيه إضرابهم الشامل عن الطعام. وهو عام لن تمحو آثاره الأعوام القادمة وإن طالت، ولن تداويه اتفاقية لا أثر لها في الواقع الذي تعيشه أسر المختطفين وأقاربهم لدى ميليشيا تساوم بحياة الناس وبحريتهم وبكرامتهم.